تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. مرتضى منصور عمل مداخله طويله على قناه نادي الزمالك توعد فيها جماهير نادي الزمالك، وذكر بالاسم صفحه المختلط وايطاليان، وقال عليهم ان هم قبيضه، والواد اللي متجوز البت اللي بتصرف عليه، واللي امه بتصرف عليه، وانتوا تستاهلوا ضرب الجزمه، وانتوا هتاخدوا على وشكم، وانتوا ازاي تطلعوا اخبار كاذبه، وانتوا بدل ما تروجوا الاخبار لكهربا، لا انتوا وقفوا جنب نادي الزمالك. ده الاخبار دي يعني يعمل بيها اللي يعمل بيها في التواليت ويرميها في الزباله. والواد العبيط اللي اسمه متعب طالع بيتكلم، بلاش انا يا متعب وبلاش مش عارف ايه، وانا هقول لكم بالنص الحديث اللي حصل على قناه نادي الزمالك، وفي الاخر هجيب لكم الفيديو، بس هقول لكم الكلام اللي قاله مرتضى منصور على الهواء. مرتضى منصور يتجاوز في حق جماهير نادي الزمالك، قال يا صايع يا هيثم يا اللي مره بتصرف عليه، انت عيل بشخه يا قليل الادب، ايطاليان ايه وزفت ايه ومختلط ايه وزفت ايه، انتوا بالجزمه انت والمختلط. عباس كان بيديكم باللي في رجله، كان بيديكم بالجزمه، رجع لكم هيبتكم مرتضى منصور. يعني ايه تقول لكريم ابو حسين تقف انتباه لشيكابالا؟ بقى صفحتين اخر قله ادب، المختلط وايطاليان. بصوا على الفريق المنافس اللي عامل لنا سحر، ايه القرف ده؟ ده انتوا عيال صايعه بتقبض، بقى قناه نادي الزمالك بقت ماجوره، ده انت خدام في قناه النيل للرياضه. شكاوي ايه كهربا اللي مقدمها؟ دي الشكاوي دي بيها يعمل بيها بتاع ويرميها في التواليت، يمسح بيها بتاع ويرميها في التواليت، ايه القرف ده؟ كهربا مين وزفت الطين مين على دماغك؟ ياللي بتعمل يعني ياللي بيعمل بومب على نادي الزمالك، بيروجوا كلام النادي الاهلي ليه شكاويه؟ شكاوي كهرباء يروحوا يمسحوا بيها ويرموها في الحمام. احترموا نفسكم بقى، زهقتوني. بتعتذر لمين يا خالد؟ دول عيال مأجورة وبيقبضوا، دول عيال صيع قبيضة، عيل أمه بتصرف عليه، عيل مراته بتصرف عليه. احنا بنعمل لحساب الزمالك واللي بيحاسبنا ربنا فوق كل شيء. يلا انت وهو، انا مقدم استقالتي للوزير 4 مرات وهو اللي رفضها، فاهم؟ يلا انت وهو، مش طايق اعمل اي مكالمة، انتوا اللي استفزتوني اعمل مكالمة. انتهبل يا ابني، ده انا انضرب عليا رصاص في ابنوب والبداري، كهربا مين اللي بيضرب بومب ده النهاردة؟ انا اتكتب فيا 3 مذكرات، انا كتبت 3 مذكرات ل3 جهات، الرابطة واتحاد الكرة والاتحاد الدولي، بخصوص كهربا اللي اتعمل له غسيل مخ، وفريرة اللي اتعمل له سحر، وياما بيانات اتعملت واترمت في الزبالة. انتوا اسوأ من لجان النادي الاهلي. الزمالك الزملكاوية اللي عاملين زملكاوية دول بيعطلونا، احنا مفيش قضية بنخسرها، وعندك امثلة النقاز وفرجاني ساسي الى اخره. احنا ما بنمشيش علشان نادي الزمالك، هو امير ده مش محامي استئناف، واحمد اخوه محامي استئناف وداخل على نقض. انا مش فاضي لبتاع المختلط والقرف ده، ايه الفجر بتاعكم ده؟ الواد كهربا والحركه الوسخه اللي عملها، انتوا بقيتوا لعنه على جماهير نادي الزمالك. انت مين يلا انت وهو؟ انتوا شويه صفحات زباله. مذكره راحت للفيفا بايقاف كهربا وجماهير النادي الاهلي ومباراه النادي الاهلي والزمالك هتتلغي، ونتيجتها هتحسب لنادي الزمالك. ومباراة سموحة والنادي الأهلي، سموحة هو اللي يعتبر فايز على النادي الأهلي، والنادي الأهلي هيخرج من كأس مصر. ورحمة أمي يا هيثم اللي أقفل لك صفحتك، أنت بتاع الإيطاليان وأنت بتاع المختلط. دلوقتي مش هرد على الخطيب وأسامة حسني، بس أنا لو فتحت مش هسكت، والعيال المتسلطة والواد متعب العبيط ده بقول له اهمد مش أنا، وبلاش تلعب معايا أنا، وبقول لجماهير الزمالك القبيضة اهمدوا، وكهربا بقول له اقعد اتنطط زي القرد، شوفوا عمل ايه بايده والكلام اللي قاله على الهوا. فاكر البت هبه اللي انت كسرت لها جسمها وكسرت لها عظمها وهي طلعت فضحتك؟ انت فاكرني هخاف من البلاغ اللي انت عامله؟ انت افتكرتني هترعش؟ الواد بتاع ايطاليان اللي البت ضربته بالجزمه، عيب تقول كهربا عمل بلاغات في مرتضى منصور؟ انا ملتزم الصمت علشان بلادي. يا متعب يا ريت انت كمان تلتزم الصمت وبلاش انا، وخليك في اللي انت فيه. خلينا نشوف شغلنا، الله يخرب بيوتكم. الزمالك بيطالب في شكوى رسميه باعتبار النادي الاهلي مهزوم في الديربي بسبب مشاركه الهارب كهربا، ولو عندي لاعب هارب مش هلاعبه، وعمري ما رحت اللاعب هارب من ناديه وجبته يلعب في نادي الزمالك.
وبقول لمصالحي رجع لنا محمود علاء من فضلك، الواد كهربا عامل افعال غير محترمه ومش مش هنعرضها علشان الاسر المصريه وما ناخدش الحياء العام في قناه نادي الزمالك المحترمه. العيال اللي بيتريقوا على طرد الجويلي، مصطفى ده اخويا وراجل راجل محترم وحبيبي، والمفروض يقعد يسجل كل كبيره وصغيره في المؤتمر الصحفي، والمفروض يسجل اي حاجه واي كلام احنا بنقوله. الكلام الضاله طالعه بتقول طرده ومش طرده، انا بعمل الصح، عيب تقول كده. انا قلت له من فضلك اقعد بره وما طردتوش، بطلوا بقى قله ادب. انا ما بخافش، انا بقول لمصطفى ما تزعلش مني يا مصطفى، احنا اخوات. نيجي بقى لعبد الشافي صادق، بيتريقوا عليه علشان قال الزمالك انشئ في 1907 بدل من 1911، اكيد كان بيفكر في اللحمه اللي غليت وممكن الواحد يسرح لبعض اللحظات وفجاه يلاقي نفسه غلط ولكن هو ما يقصدش. ده كان ملخص كامل وشامل، انا كتبت كل كلمه قالها مرتضى منصور وقريتها على حضراتكم، وهنطلع نسمع ونشوف مرتضى منصور بالصوت والصوره قال ايه، وتعالوا لي تاني علشان هنرد عليه نقطه نقطه. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف مرتضى منصور قال ايه ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا. اقول كل اللي مشتومين وماغرين، فاهم؟ انا عارف انا عارف ومقدر مدى حزن حضرتك، عارف ومقدر. استنى كمل كلامي. طبعا انا هسيب حضرتك خالص تكلم، اتفضل. مش عايز اعمل مذاكره عشان اطفال. انا عارف، اتفضل. تنزل لمين عشان مين؟ واحنا ماسكين في خرابه؟ واحنا عاملين سحر للنادي المنافس؟ ماشي. واحنا عندنا لاعب هارب؟ لا. تنزل لمين؟ انا ما مين؟ مش اسمع بس لغايه الاخر. اتفضل. جمهور مين اللي منقسم؟ 99.9% جمهور محترم. طبعا. 1% طليان وعلى ضبط الدين امريكانو على بس ولا هيثم. الشاب خلاص شاف تلفزيون مصري. ما عملتش ايه الادب بس؟ هذا القليل الادب اللي اسمه هيثم عامل صفحه. ها؟ يقول لك قناه الزمالك مهجوره. اتفرج يا جمهور الزمالك دول عاملين زملكاويه. هبعت لك دلوقتي كاتب ايه؟ حاضر. بعت ايه لكريم ابو حسين؟ انت لما تشوفش كمان تقف انتباه ليه؟ محدش عندنا بيقف انتباه لحد. صح. عندناش حد بيقف انتباه لحد يالا. وبلغنا القناه بتاعتك اللي انت بتشتغل فيها. وهبعت لك دلوقتي اهو كاتب ايه عن كريم ابو حسين؟ قناه الزمالك مأجورة هتضمك يا صايع يا اللي مره كانت بتصرف عليك يالا. هيبعتها لك عشان جمهور الزمالك يالا. ادي قلة الادب. بطل خليك معايا. لا احنا بقينا حاجه تقرف. نعم. انا مقدر حزن حضرتك من امبارح، وحتى انا قلت اللي انت قلته في الاجتماع. انا حزين حزين من اللي عاملين نفسهم زملكاويه. اتفضل يا باشا. اتفضل. ابعتها لكريم. ماشي، وهيطلعها على الهواء. وابعتها لك. ماشي. ثانية واحدة. ورجع وصلنا قلة الأدب. قناة الزمالك يا زملكاوية مأجورة. عمرها ما هتبقى. شوف دول يصرفوا عليهم قضايا بسبب قناة الزمالك. اللي بيدفع أنت كان عندك قناة. خالص. ما كانش في صورة. أنت حاجة. أنت أنا هيثم كنت عندي شحة. وانا بلغت رئيس معك الرئيس بتاع اللي عندك كلمه اسمه ايه دوت؟ زين. شاف قناتها مع التلفزيون المصري تبع الشركه اللي بتلعب القناه دي. ثاني واحده خلي ابعت لك رئيس بس ايه اللي كان الادب اللي احنا وصلنا له؟ احنا ارسل لك انا عايز اعمل مداخله عايز اعمل نيله. لا انت بطل بطل طول عمرك يا سياده المستشار. لا لا جات لي. انت كده يا ابني على الشاشه. جات لي. قناه الزمالك مأجورة يا قليل الادب. انا جات لي بتاعت طليانو مش طليانو. شيكابالا. جات لي بتاعت شيكابالا. اتفضل. جات لي بقى الكريم. اهي مكتوبه اهي. ثانية واحدة. ثانية ريت.
كريم ما تعمل مداخله انت تقول لي اما تبعت بتعمل نتكلم احنا كريم يا بعد اذنك يا كريم بكره الساعه 10 6 القناه المأجوره ده ليله ماتش مع المحله انتوا زملكاويه الجزمه طليان على اللي مختلط هنا يعني ايه مختلط يعني ايه يعني ايه صفحه عايز اعرف يعني ايه تو مين انتوا هي جت على شاشة على شيكابالا لما تتكلم عن شيكابالا تقوم تقف كل الناس واخدينها تتكلم عليه باحترام غصب عنك وعن اي حد في قناتكم المأجورة بالجزمة القديمة يا سافل ليه ما تحط لسانك في بقك وتفتح ايدك مين ده؟ ازاي انت لما كاتب اسم الزمالك؟ تعجبني ايه؟ انا عايز اعرف عايزين زبط ما يفتوع بس كان بيديكم الجزمة طب حد ايه اللي فوقكم مرتضى اللي سحقكم تاني مرتضى اللي خلاكم تدوا البطولات مرتضى اللي رجع لكم بيتكم مرتضى ايه القرف ده كريم ابو حسين يقف انتباه ليه يا جاي مش فاهم يعني مش فاهم السؤال لغايه دلوقتي وتحط مش عارف لسانك في بقك ده انت اللي تحط لسانك وهتاخد بيه جزمه هتاخد بيه الجزمه وانت لو راجل اطلع قول انك ما كنتش مع منصور عباس واحمد سليمان في المقر مثل اليوم المقر وابص انت والعيال اللي الهربانيين في السعوديه وهجيبك انت على السعوديه انت كمان صفحتين في منتهى الخطره وقله الادب عندنا ماتش بكره انا محتاجه حياه وموت ان شاء الله يا مش هزار طب ما نزلتش تبقى فينا حاجه تعرف انت بتعتذر لمين؟ ما بيطلعش انا رجعت لك الهيبه تاني انت لو جت اللعيبه ما عرفتش تخش الاستاد عشان الدوري كنا خدناه وعايز اسمه احمد مجاهد ملحهم وعشان الشباب قالوا انت اهلاوي اتوقف معاهم عشان ماتش واقف شيكابالا وحازم واقف شيكابالا وحازم الاثنين توقف كباتن الفرقه واقف القرف ده دول عمرهم ما كانوا جمهور الزمالك خالص يا عيال صايع طيبة بقول لك تاني انا اسمك هيثم لو انت راجل تاني لو انت راجل تمام اطلع قول الصور اللي انا مع احمد سليمان في المقر الرئيسي وقبضت علشان اقف معاهم في القايمه اللي انا خلصت عليها كلها اطلع قول كذبني ايه اللي تبقى بعدين قناه الزمالك مأجوره اللي هي المفروض تبع الشركه المتحده اللي انت شغال خدام في قناه النيل للاخبار خدام بتتكلم عنها لا مأجوره دول ما بياخدوش مرتباتهم يا ابني اصلا من الزمالك بياخدوا مرتباتهم من الدوله اللي بتديك مرتبات محدش في نادي شايفهم دول بيقبض جنيه من النادي ده قلة أدب وسفالة، وبعدين عايز اسمه أحمد عكاشة. أنا بقيت أدق فيه وجبته في القناة. هو واد اسمه سلمان ولا سالم إيه؟ معرفش اسمه إيه. ثلاث شكاوي من كهرباء ضد مرتضى. إيه؟ أنتوا اتهرجوا؟ ده لا مؤاخذة كل ده يفتحوه بتاعه ويرموه في التواليت؟ أنتوا عاملين ثلاثة هما؟ ثمن؟ أنت بتروج لحاجات هما بيعملوها عشان يرفع الشكوى تحت الوقت؟ انتم وعمال لي زملكاوي انت بكرشك ده ايه العرب ده ثاني ايه العرب ده هو واحد انت بقيت بيقول لي هيثم امه قاعده في الامارات بتصرف عليه بعد ما كانت مراته البنت الغلبانه اللي عامله بتاع دي كانت بتصرف عليه ايه ده ايه القرف ده انت يا عماشة اللي طلعها ما كانش حد عارفك عفاش انت ولا بتاع الثاني ده طلعتكم من القناة ثلاث اهو اتفضل قلة الأدب اهي ادي الزملكاوية اتفضل كهربا يشكو مرتضى دوليا ازاي ما انت عندك دم انت عندك دم يا عكاشة انت عندك دم كهربا مين وزبط الطين مين على دماغك انتوا عرفتوني انتوا اللي بتروجوا الحاجات اللي بيعملوها بومب يعني بومب ايه ده؟ ادي واحد وبعدين الثاني اهو اتفضل يا باشا لسه
الزمالكاوي والديمقراطيه نفس الشخص. انت زمالكاوي يا ابني؟ يا ابني انا رئيس النادي بتاعك. يا ابني انا رئيس ناديك. افهم. صح. بطل غباء. صح. انتوا بتراقبوا كلامهم؟ بقول لك الشكاوي دي كلها انا بقعد امسح بيها والمسح الدولات. تعرف؟ انتوا عايزين تفقدوا تركيزنا ليه؟ صح. ايه القرف ده؟ انتوا زملكاويه ولا انت عشان يجينا شويه شير وعرفش بالاسماء دي ونضيفت الطين دي الله يكرمك بتحط اسم الجمله المفيده. حد في صفحات الاهلي يجرؤ يقول ان محمود الخطيب اتقدم منه ضده باسم شكوى؟ اتحدى. بتحدى. احترموا نفسكم بقى. احترموا نفسكم. مش كده. لحقتوني. وبعدين انت دخلت تعتذر لمين؟ مين اللي تعتذر له ده؟ مين؟ مش بعتذر على غلط. لا انت برضه ما فهمتنيش. انت عندك لا اسمع راس. اتفضل. انت عندك كتيبه رجاله محترمين. بالظبط. محدش فيهم بيقبض من نادي. صح ما انا عارف. ما انا عارف. إيه؟ حاجة أنا بتكلم عن الزمالك وقفنا في ظهر النادي و لا بنعمل التشكيل ولا الخدمة ولا التغيير ولا بنشوف الراجل أصلا تمام؟ وبعدين خلي بالك الراجل قعد نفس العيال تمام؟ قعدوا ليه؟ هيخرب النادي الراجل مشي بيدمر النادي زول العيال سفلة عيال مأجورة بتقبض انا عيني على الجمهور الحقيقي المحترم اللي بالملايين اللي هو بكى لما حصل طلعت من الكاس او بتخسر بطوله او اتغلبت من الاهلي انما دول بيموت على السم بتاعهم يقصوا ليه يا رب يخسر يا رب يخسر دول مش زملكاويه دول ابيض عايزه امه بتصرف عليه من رحمه امك اجيب امك ثاني هنا مصر يا مكرم احنا قناه مأجوره هم اللي قناه مأجوره يا ست بشار نعم هم قله ماجوره دول يعني ما يعدوش صوابع الايد الواحده انما والله جمهور الزمالك الواد كله متقدر حضرتك انت استنى وقله ادب ده انت مركه بتصرف عليك يا انا اللي كانت عندها المحل دي اللي ما زهقت منك قالت لك طلعني ادابك بالشبشب ده المهم انه مش شرفي قناه تبع المستعد هو ده علامه استفهام كبيره بصراحه يعني ايه ده؟ لكن بقول لك ايه؟ كان يدير الحملة لأحمد سلمان وممدوع عباس وعصابه حاجة تقرف ده في إحدى الصفحات يا أستاذ الفاضل إحنا ما غلطناش إحنا بننزل أقصى جهدنا عشان نسعد الملايين من الجماهير المحترمة طبعا ونسعد الآلاف المحترمة من أعضاء ده دورنا صح واللي بيحاسبنا ربنا أنت ما أنا قلت كده قلت إن أنت قلت لنا بما يمليه عليه ضمائرنا وده الحقيقة ده اللي حصل طب ما أنا قلت كده اللي عايزه عايز يعمل إيه؟ قول عارف ان انا مقدم استقالتي للوزير 4 مرات هو انا تهور انا كمرتبط مش عايز اكمل انما عندي اعضاء جمعيه عموميه وجماهير بالملايين محترمه ثاني محترمه اه ودوله بتقول لك لا اتفضل صرف النظر عن دوري وسله والكلام ده كله قال لك لا كل بيه بسبب البتاع خربانه اتفضل ولا انا مش الاستقالة اللي قلت عليها الاولانية الفريق بيقول لك هو مكتب الفريق ليه؟ تمام؟ لان الراجل محترم وعضو في النادي تمام؟ والوزير كان ايام بينه وبينه مشاكل رحت مديها له سأله اشرف صبحي كانت الوزير 4 مرات استقالة فاهم انا مش باعي يلا عايز ترجع بقى مش عشان السوداء ال 10,160 نيل على دماغي انت هو ارجع يعني انا واخد قرار مش طايق اعمل مداخلات مش طايق اتكلم يعني انت اللي استفزتني يا خالد لا والله يا استاذ مرتضى والله انا بشكرك كويس ان انا استفزتك حاجه خالد احنا غلطنا في حق اسرنا يبقى حق بيوتنا تاني حق اسرنا وحق بيوتنا لا عايز لو خاشه ده ولا اسمه حماشه ده يقول لك 3 قضايا مشروعه تهبل يا ابني 3 قضايا ايه؟ بقول لك ايه؟ ده انا انضرب عليها رصاص في ابنه والبداري ومين يالا؟ جاي اتكلمنا عن عيل عشان يعملوا فرقعه انتوا اللي بتروجوا لهم يا زملكاويه لو انت قلت لك ده بيتحدى لو حد من صفحات الاهلي قال ان مرتضى منصور مقدم 186 بلاغ ضد محمود بتحدى ولا حد انت قلت كلمه مهمه كمان
قلت هم عايزين يشتتوا تركيزنا. صح بس في فرق نادي ما قلتش تخش الاستراتيجيه. اما لبس كده سامع ايه؟ ايه ماشي ماشي ده سنه مفتوح. طيب وحياتها ما هنشوف القصه بتاعتك ايه؟ طيب بتاخد من مراته ترنجات شريف ثلاثه ماشي وموجوده في السر ليه؟ المهم يعني سيبك منه. النهارده ليه كتبت مذكره لثلاث ايام؟ طيب يا باشا احنا مش فاضيين ليله الادب. كتبت مذكرة لثلاث جهات. الرابطة. ادي الكورة. المحكمة الرياضية الدولية بص يا اتفضل. محدش فاضي. دي اللي اترجمت وراحت على الدولي بس نبعتها مباشرة للمحامي ونبعتها لاتحاد الكورة يبعتها برضه على الطريق. طبعا. شأن اللاعب محمود عبد المنعم عبد الحميد كهرباء. حيث لها شكوى نادي زمان. شو اللي نادي مش انتهى بقى لا عكاش يا مجنون. انت مجنون بجد جلس اللي اتعمل في دماغ الراجل بريرا المحترم ده اللي بسحر وشعوذه جلس. ثلاث شكاوي ده ايه ده؟ يا ريس ما ليش ابني. انتوا بتروجوا الكلام الفارغ ده وياما بيانات اتعملت ولا مؤاخذه اتنصح بيها وترمت في الزباله عيب. انتوا اسوء من لجان الاهلي. اتفضل. طب وليه ما بدل ما اقرا لك انا قعدت اقرا ماشي اوكي ايه اللي راح كان مدير التنفيذي اللي بعتها والثانيه اترجمت طبعا بالانجليزي والفرنساوي ثانيه واحده دي اهم حاجه في الليله النهارده. طب اتفضل. احنا مش فاضيين بجد. الزملكاويه اللي عاملين الزملكاويه يعني دول هم اللي معطلنا ومرتضى منصور ما بيسيبش حق الزمالك. صح. عايز دليل حمد النقار. عايز دليل مين تاني؟ كهرباء. عايز كل يقول اسالني عن اي دليل انا اقول لك. مفيش قضيه خسرناها يا راجل. ده احنا كسبنا القضيه بتاع جروس والمساعدين بتوعه احنا هنا لما مشينا حسين نبيل سلمه. صح ده اللي عاضي لغايه النهارده. خليك معايا عشان بس جمهور الزمالك الحي المحترم يعرف ان احنا ما بننامش. لا لا الله. طب وده بيتاخد من شغلنا يا جماعه ومكاسبنا وحياتنا. هو امير ده مش محامي استئناف واحمد ده محامي استئناف على وش نقط. ايه ده؟ وده عنده اسره وده عنده اسره وامير ده مش عنده ثلاث بنات ابطال عالم في الجمباز ما بيسافرش معاهم للاسف ابطال عالم. ايه ده؟ احمد ده مش دكتور ست محترمه مذيعه وعنده ولاده وعنده اسرته. اتفضل يا إيه؟ ابعتها لك يا خالد اهي ماشي وبعتها لكريم اهو تمام. ده احنا ما عندناش وقت نضيعه. قبل ما تقفل بقى سياده المستشار بكره انا لسه على ناس حاجتين لسه. تمام. جات لك الرساله؟ جات لي. نزلها وراها يا خالد. جات لي وبعتها اهو و انا بنقرا بعتها لكريم. طيب خلاص اهو. انا فاضي ليك يا هيثم وهيثم وانا فاضي بتاع المختلط واخره وقرف. مختلط ايه؟ انت تعرف ايه مختلط؟ عندك نادي زمالك دلوقتي نادي وطنيه وكرامه بتتكلم عن النادي المختلط ايام ما كان حقق رئيس النادي بتاعه بلجيكي. انا بقول بس الشكر. نزلها يا ابني بجاهزه وانا اقراها. ثانيه واحده ادي يا سيدي دي بتاعت المشترك وهو موجود. اللي بقى على الحركه الوسخه اللي عملها قال انا اللي بقيت متهم يا وانا اللي عملت جمهور الزمالك حاجه غريبه. اتفضل يا بيه. انتوا بقيتوا لعنة على جمهور الزمالك. والله العظيم بقيتوا لعنة. ايه ده؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ بريرا ماشي شوف؟ اه كهرب
من الرئاسة. ها مش فاكر قبل ايه ده؟ انت مين يا انا؟ انتوا بأعلى حاجة، انتوا شوية عيال زبالة على صفحات زبالة، قولهم على صفحات زبالة، كلام واضح. ولا اسمي اسم عندي جمهور الزمالك العظيم المحترم، ايه رأيك؟ المذكرة طبعا قدامنا على الشاشة بشأن اللاعب محمود عبد المنعم عبد الحميد كهربا، ده المدير التنفيذي الاتحاد المصري لكرة القدم، بناء على شكوى نادي الزمالك بخصوص اللاعب محمود عبد المنعم كهربا في المحكمة الرياضية الدولية بتاريخ 14/10/2020، والتي أصدرت قرار بمعاقبته بتاريخ 29/3/22، وتم اختيار اللاعب بالقرار هو نادي النادي الأهلي الذي حرضه على الهروب. وتضمنت العقوبة التي قضت بها المحكمة الرياضية الدولية إلزامه بسداد مبلغ غرامة وقيمتها 2 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى الفوائد 5% من تاريخ يوليو 2019، مع إيقاف اللاعب لمدة 9 أشهر لحين السداد. وحتى هذه اللحظة التي نتقاضى بها بالشكوى فإن اللاعب الهارب لم يسدد هذه الغرامة، مع أنه طبقا للمادة 8 للمادة 24 فقرة 8 من انتقالات اللاعبين بالفيفا يجدد الإيقاف تلقائيا، ولا يجوز اشتراك اللاعب في أي مباراة قبل سداد الغرامة كامل الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك، إلا أن النادي الأهلي الذي يلعب في صفوفه الآن اللاعب الهارب محمود عبد المنعم كهربا قد أشركه في مباراة رسمية متحديا قرار المحكمة الرياضية الدولية، حيث أنه لم يسدد هذه الغرامة ولا الفائدة إلى نادي الزمالك حتى اليوم، بل استمر تحدي لقرار المحكمة الرياضية الدولية هو ونادي الحالي النادي الأهلي، واشترك في مباراة الأهلي وسموحة بتاريخ 17/1/23 في الدور قبل نهائي مسابقة كأس مصر، وأيضا في مباراة الزمالك والأهلي في الدوري العام والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولي يوم 21/1/23، متحديا قرار المحكمة الرياضية الدولية وأيضا قرار لجنة الانضباط بالفيفا هو ونادي النادي الأهلي، والتي كانت قد حددت مثول اللاعب يوم 2/2/23 إلى لجنة التأديب التابعة إلى لجنة الانضباط بالفيفا، إلا أن وقبل جلسة التأديب استمر اللاعب الهارب في تحدي للمحكمة الدولية والفيفا، وطبقا للمادة 24 فقرة 8 من لائحة انتقالات اللاعبين بالفيفا، واشترك اللاعب في مباراتي الأهلي وسموحة والزمالك والأهلي سالفة البال، بل كاد هذا اللاعب أن يتسبب في كارثة عندما قاد جماهير الزمالك في سباب جماعي أهان به لاعبي نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك داخل الاستاد، وهو ما كاد يتسبب في احداث كارثه كرويه لا يعلم الا الله نتائجها بعد شحن جماهير ناديه لسبب نادي الزمالك وفريقه وجماهيره. ولذلك واحد نلتمس استمرار ايقاف هذا اللاعب حين سداده الغرامه والفوائد المستحقه حتى تاريخه، اعتبار النادي الاهلي مهزوما في مباراتي سموحه في كاس مصر، وايضا مهزوما في مباراته مع نادي الزمالك بالدوري العام لاشتراكه هذا اللاعب الموقوف محليا ودوليا في المباراتين بسبب عدم سداد الغرامة الموقعة عليه مع الفائدة حتى هذه اللحظة، حيث أن حكم المحكمة الرياضية منحته 6 أشهر للسداد ويستمر إيقافه كما تنص لائحة انتقالات اللاعبين بالفيفا. معاقبة جماهير النادي الأهلي التي دابت على سبب جماهير الأندية الأخرى مرفق، الرجاء إرسال هذه الشكوى من خلالكم إلى لجنة الانضباط بالفيفا وحالات اللاعبين مرفق بها الرقم المرجعي. ده للاتحاد المصري كده انا فاضي بقى الهيثم ومختلط القرف، انا فاضي العكاشة وابو سليمة، ده فاضي انا مش فاضي. ده والله انا بشكرك على الشكوى دي يا استاذ مرتضى، لان فعلا جماهير نادي الزمالك كانت بتطالب بده وانت بتعمله النهارده. مش فاضي يا استاذ صبحي، انا مش فاضي طبعا، مع ان عندي بقى مكاتبي وشغلي واولادي واسرتي والناس والاعضاء واللي انا بشوفه كلهم زي ما بشوف كده، بس الزمالك يستاهل تتعب علشانه برضه يا سياده المستشار. معلش فاضي لقله الادب، مين عندك يا بحق الزمالك يا لا ما فيش، وانا المرصود وانا المقصود، فيك ما قله ادب استاذ حاله وامير كذا وده كذا، اسال خالد كان في الاجتماع لما جينا نصوت على موضوع امير، انا وامير واحمد طلعنا بره صح، وفوقها مكتوبة سرية حطها في صندوق، وكل الأقلام بنفس اللون، وكل عايز أشوف تصوير خالد لطيف، أيوة كل الأقلام شبه بعضها. بس صح، احنا عايزين نمشي تاني، بس عارفين الجزمة، عارف الجزمة؟ دول مش جماهير الزمالك يا جماعة، صح، مش دول اللي بدافع عنهم، مش دول اللي أنا بموت نفسي أنا وولادي عشان نساعدهم،
اجتهاد قبيطه. تاني ممنوع باشا الحاجه بتاع الناس 70 مليون دول كانوا زمان صوقونا، بس الحمد لله عندنا اخبار كويسه. الحمد لله الحمد لله ان شاء الله. 70 مليون اه طبعا. اخ اسمه سليمان هاني شكري الولد لسه عتال، مين دول؟ دول اللي بيقبضوا، دول اللي بيسعوا الدنيا دول علينا. طب انا بقول لك اهو، مش احنا خدنا قرار السيدي محدش يعرفه؟ غير هيدير ماتش المحله بكره مثلا والماتش ده ماشي ماشي، هي كده القرار بتاعنا مش كده؟ ايوه يشتموا. طب لو قلنا بقى غير يمشي الصبح يوم امبارح يمشي صح. حلو الكمين اللي انت عامله ده. اكرم نفسك يا جزمه قديمه انت وهو يا جميل نادي الزمالك يا عظيمه يا اللي موتت نفسك امبارح وماتش كاس بيراميدز عشان انتوا بتحبوا فريقكم فعلا بتموتوا عشان فريقكم. دول بيطلعوا لما بتغلبوا، دول من الزمالكاوي دول قلبوا وقافل لكم الصفحات دي ورحمه امي يا هيثم. انت الراجل الثاني اللي هربان في السعوديه لا سلك انت الطليانو واشتم زي ما خلاص الناس عارفه انك انت والتشكيل والبتاع. طب انا عايز اقول لك حاجه، انتوا الصفحتين عملتوا ايه للزمالك؟ انا بسالكم هو عملتوا ايه للزمالك؟ عشان انت معاه المستشار قفلت السبوبه على الناس دي والناس دي للاسف بتقتات وبتقبض من ناس يعني طبعا عارف نادي الزمالك، فهو دي المشكله. هم ما بيحبوش الزمالك، هم بيحبوا السبوبه. ثاني واحد يعني اسامه عرف ماشي مش مشكله. انا مش هتكلم دلوقتي عشان في دوله محترمه، مش هرد على اسامه حسني ومحمود الخطيب دلوقتي خالص خالص، احتراما للدوله المصريه وبلا اي كلام ده. بس لو فتحت انا بس بشاهد الدنيا كلها اهو، شيل القناع اتفرج عليه بقى. هو بنته والعين مسلطه والواد ابو فيرا اللي لسه شاتمنا دلوقتي، واخد بالك؟ بيقول لك الواد احمد بيتا قضيت ايه يا احمد يا ابو خالد عندك كام يالا؟ ولا ده بالبيت انا حاطك من البيت انت ماشي يا دكتور ياسين يا بهنا ولا اهمل اهمل. ف ادي يا جماعه لما اكون طالع لك سرطان في حته كده هم العز. اما جماهير الزمالك المحترمه اللي بالملايين بالملايين خلاص عارفه الجهد اللي احنا دول واقفين ورا فريقهم. وانا دايما كنت اقول ايه اوفر انا عارف هو جمهور ليه اصوات ايه ده؟ اشتمال امية لا لا صح مظبوط كده. ومع ذلك انا زي ما شايف اشتمال امية فوق دماغي شايف جميل فوق دماغي صح، رغم ان هم اصلا ما لهمش تصوير خلي بالك. ايوه طبعا. يا جماهير الزمالك ردوا على الناس دي، وانا عارف انكم بس انا مزعلني الاثنين دول ابو سليمه وعكاشه، يعني انا مفاجئ منهم. يعني انا بصراحه مذهول وحضرتك بتروق لكلام فارغ. شاكو دي كهرباء ضد مرتضى، شاكو دي الاهلي ضد مرتضى، كمان لما تقدم 50,000 شاكو ولا اليوم قيمه ولا اليوم لازمه اصلا. واحمد بيتعب ايه ده؟ ايه القرف ده؟ طب من فضلك يا اخ من فضلك، يعني انا كنت من المتابعين مش من متابعينك الاخ وسليمه. انت جيت النادي شفت الجهد اللي مبذول برضه خبر انت عشان تحط مرتضى في جمله مفيده انك تبقى عندك مشاهدات، ده انت كده اللي بتبني. ده في مثل عندنا في الفلاحين في شالوش ومدرام ما شتمك الا ايه؟ بلغك. يعني انا ما بخش على صفحات الاهلي، عندي مكتب محامين بيخشوا وبيعملوا. انت اللي عملت، انت اللي عملت، انا ولا اعرف اقدم شكوى ولا ما اقدمش شكوى، انت اللي عملت روح وحاجه ملهاش لازمه. شكوى اترجمت انجليزي وفرنساوي لحد الفيفا المحكمه الرياضيه ولجنه الانتقال عشان الجلسه بتاعت يوم الاثنين تمام؟ هو يقعد يتنطط زي الاير ولا يفرق؟ انا بعت لك دلوقتي لو قناه، لو القناه تسمح لنا نذيع اللي عمله كهربا وبايده تاني وبايده كلمه قذره حقيره ما تطلعش من وقت زي الاول. ها انت بس يا كهربا طب اقول لي اسم بقى هنا اللي بتشتغل في الترابي السعودي بنت محترمه وفي عيد ميلاد انت ناسي انك دغدغتها
وكان هيروحوك لولا دخلت وكلمت المسؤولين في السعودية. نفسيها دي انا مش عارف حكاية كده معاه ومع شوبير. انت ناسي تنسى؟ وفي فيديو عمله معاك يا استاذ مرتضى يوم اثبته في نادي الزمالك اعترف فيه وقال لك انا بعترف ان انت سطرت عليا في مشاكل كتير زي دي. كتير يا باشا كان عنده دفع الحبس نفع انا دفعتها له. ضرب بنت الناس. لا ده انا شلت عنه كتير. قال هو عامل دلاخ يا واد. طب انا مش انا قاعد على السرير يا جماعه ايدي بترتعش ورجلي بترتعش. ايه القرف ده؟ للزملكاويه او اللي عاملين نفسهم زملكاويه او الصفحات اللي كنت بحترمها ها عشان اسم مرتضى يتحط فالناس تخش. فيها يا اخي صفحات بيقولوا بيحكوا لي يقول لك ايه مش عارف ايه مرتضى منصور تخش جوه بتاع الفيديو ما فيش حاجه خالص عشان المشاهده. امبارح انا كنت في اجتماع مع الشركه زودنا على عقد البث احنا العيال لغايه دلوقتي ما اقتنعش زودنا 70 مليون جنيه عقد البث بعد ما توقع امبارح زودته 70 مليون جنيه. ايوه خبر ولا يا سياده المستشار؟ لا خبر بقى خبر يفرح جمهور الزمالك. مين معايا بقى؟ احمد وامير اللي طحنين الدم. خبر رائع. طحنين الدم خلاص؟ ده اللي امبارح عقد العقد احنا بنيجي النادي نشوف الاستشار وبنشوفهم قاعدين الساعة 12 بالليل بيشتغلوا في نادي الزمالك احمد وامير وحضرتك. احنا راجعين الساعة 2 من الاجتماع. هو انت عايز مني يالا سواق يالا؟ بقول لك مش شغال عندك ولا شغال عند جمال عمومية ولا شغال عند جمهور. انا شغال عند ضميري وربنا. مع ان جمال عمومية فوق دماغي طبعا انا مهمتي قدام ربنا اساعدهم والحمد لله انا اساعدهم واي انتخابات هتيجي لو فكرت انزل تمام؟ انت عارف يا خالد وكلكم عارفين في النادي محدش يعرف يكسبني. طب محدش يعرف يكسبني. خلاص بفضل ربنا وجمال عمومية. الجماهير مموتين نفسها وانا لما ازود عقد البث الفضائي تمام؟ وقرار اخر الاعلانات تعود الى قناه الزمالك. حلو جميل. ماشي يعني رائع. من احلى الاخبار النهارده طبعا. ما انت بتقول كده على الاول. اصل انا هنسى من البيت الدفي بالجزمه وقال طلعني ها مش هسيبك. والواد الثاني اللي ادعى مختلط. مختلط مين يا ابني؟ مختلط مين؟ عندك نادي الزمالك بس الشهاده الوجه لا يا استاذ مرتضى معلش يعني عايزك تسمعني احمد عكاشه ده زملكاوي محترم وبيحبك جدا يمكن اساء التعبير جايز فهو قال لك انا مظلوم لكن هو زملكاوي كويس هو قال لك انا مظلوم عشان كده استاذك مظلوم فيه. قال لك لا لا بيحبك والله لازم يكون محترم. طبيعي انا بقول لك انا قلت لك من المتابعين ينفع يروض لبلاغات وهميه مالهاش قيمه ضد رئيسنا دي؟ يمكن اساء اختيار الزاويه اللي ياخد منها العنوان بتاع الموضوع. انا البلاغات ضد مرتضى منصور ينفع؟ لا طبعا ما ينفعش. ما ينفعش. ينفع قيمه بتاعتك محترم راقي نفس البتاع ليه؟ صح. انا مقاطع يعني انا مش هتفرج على اي حاجه الناس دي. صح. قرار الوقت تمام وفي دولة موجودة يا أستاذ مرتضى ما تردش في تجاوزات النهاردة حصلت الواد أبو راسيل والقد وقصاد الأرض ومد ده ما ردتش ليه؟ في دولة في أي حاجة غلط ابعت عشان البلد مش محتاجة تولع تمام؟ قرار الدولة غصب عن أي حاجة فأنا ملتزم الصمت. اصل عماد متعب مش عارف عماد بلاش انا عشان التاريخ بتاع هنا وهنا عندي بلاش يعني خليك يا ابني في انت خلاص. ده الحاجه الثانيه اللي احنا عملناها زودنا هذا المبلغ الحمد لله للبث والاعلانات دي برضه شيء رائع. طبعا الاعلانات دي شيء رائع كمان عوده الاعلانات هترجع اكثر من الاول بنمي موارد النادي طبعا تمام. جمع عرضين ثمان محلات خدت بهم حكم ما انت بتشتغل على جميع المستويات صح خدت بهم حكم ده نادي الزمالك اللي كان مفلس وشريط شغال صح مش كان شريط شغال اتبرع بتاع الشرقيه راح دفع 5 مليون قال لك بتبرع للزمالك صح انت بتشتغل على جميع المجالات
امير مرتضى النهارده 3 ساعات وربنا يوفقه في واحد فيهم لحد ما يبقى النادي بتاعه تمام. برضه هما يعني احسن الناس في الاتحاد القدوس ناصر مالك اللي هو بتاع السيراميك مش عارف مين. طب يا جماعه حتى لو في حد من دول صح انت بتخلي السعر يعلى بيتفرج صح صح انت بتحب ناديك ولا انت عشان تبقى انا الواد الست البت اللي انا جبت الخبر ليه؟ الولد اللي كان المفروض ب 5 مليون بيقول لك ب 15 ليه؟ صح. انتوا بتحبوا الزمالك؟ انتوا زي الدبه اللي قتلت صاحبها فوق صح. تخيلنا عارضين النهارده الحمد لله من شركتين سيارات كبار ببعض شفت رأيي محلات تمام اللي هم 200 مليون تقريبا كيلوتر لل 16 محل لل 8 دول ودول 8 8 8 و 8 بالظبط تمام. ده مش فلوس تخش النادي طبعا اكيد طبعا ودي اخبار تخش في الاول يا زلمه دي اخبار جميل كان المفروض حضرتك تفرح الجمهور بالاخبار السعيده دي بمنوعة الله طبعا انت بتشتغل طبعا ايه المطلوب مني تاني؟ انا لسه داخل بيتي دلوقتي وامير واحمد قاعدين مع لعيبه ولعيبه جامده محترمه ان شاء الله ربنا يتمم على خير يا رب. انما قله ادب وسفاهه الملايين والله يا سياده المستشار بتقدر جهد حضرتك وكل والله العظيم بيحبك وعارف انك بص انا اللي يقدرني يا استاذ المستشار ربنا صح انا بقول اللي يقدرني ربنا انا بشتغل عشان ارضي ربنا. انت كنت في المكان ده في يوم الايام وانتوا كلكم جيتوا شفتوا الدايره بتاعتي في مدرسه الناس كانت بترمي عليك شوكولاته احنا شفنا سيدات من رمل اسكندريه من رمل اسكندريه وصرف صحي وغاز وكورنيش وحمامات سباحه وملاعب وعلى مستوى كل الكره صح في النادي ده ايه لان ربنا سبحانه وتعالى ايش قال لي توليت المكان ده عملت للناس ايه؟ صح عملت ايه؟ الحساب الزمالك دي مؤسسه تربويه انا لو عندي لاعب هارب تاني يعني لو عندي لاعب هارب مش يلبس كوره وعمري ما جبت لاعب هربان مني صح صح حياتي. بقول لاخويا بقى محمد الحين من فضلك محمود علاء جاب جون النهارده انت جاي ايوه تاني ماتش على التوالي هو اللي كسبهم من الارض يا باشا من فضلك رجع محمود علاء احنا مش عايزين نقطع الوصال بيننا بقى وبين جماهير اسكندريه المحترمه بيننا وبينك اتقطعت خلاص من فضلك حتى بالعقل كده عندنا لاعب مصاب اسمه وينش مش كده؟ صح كان محمود علاء بيوم ودور من فضلك رجعه لنا واحنا ما خدناش منك جنيه. هتقول انا اديت لمحمود علاء انا واضح حضرتك اديته النص الاولاني هو لعب بيه زياده عن النص الاولاني هتقول صح. النهارده راح يتفرج عامر كان بيكلمني عايز لاعب اشد في 2003 كلمت الاخ حسين ياسر قال لي مفيش اي مشكله بس يرجع محمد يرجع محمود شبان شبان تمام. قلت له المفروض في شرط انه يرجع يدفع مليون هبعت لك المليون جنيه بكره الوالد برضه طلع يعني وعندهم تقريبا مسموح عنده ماتش بكره على ما اعتذر تمام. وبعدين الواد انت اديت له كام؟ انا افترض اديت له 3 مليون تمام؟ لعب بكام؟ لعب بنص مليون ونص مثلا الباقي هديهوله ده نادي الزمالك المحترم صح صح احنا شغالين 24 ساعه بجميع الاتجاهات والنهارده مكالمه مع جمال عبد ومكالمه يمكن انت سمعتها مع الاستاذ احمد دياب اللي بيشتموه دلوقتي تمام؟ واحنا مش عايزين اكثر من حقنا. امام عاشور اتوقف 12 ماتش عشان قال كلمتين في اوضه ده عمل حركات قذره هو يعني رفع عليا قضيه ده نقطه ليه رفع حركات قذره هي لوليه ما تتمسك بزنا يقول عليه نظره شريفه وتقول ازاي انا مش فاهم انا بعت لك الفيديو ممكن يزهوله عشان مصر العالم تفهم لا بس انا حفاظا بقى حفاظا على الاسر اللي انت بقى الاسر المصريه تمام حفاظا عليه صح فاضل حاجتين الحاجة الأولى اللي بيتريقوا على مصطفى كويلي. طبعا. أنا كنت راجل المفروض مصطفى كويلي دوت إن هو رئيس المنظومة الإعلامية. دور مصطفى إنه يسجل اللي أنا بقوله. دوره يسجله كتابات الإعلامية عناوين. عشان
عشان دي العناوين دي اللي هتنزل اخبار لغايه الفيديو ما ينزل. صح. وتبعت لكل المواقع في وقتها كمان يا ست الشهر. المفروض. مصطفى اخويا وجدع وراجل ومؤمن كل حاجه فيه جميله. وانا قاعد في المؤتمر بيجيلي رسايل من ناس مهمين. هتلاقيني لما جيت دايما ابص ايه؟ على التليفون. ومنهم خالد اهو قال لي خلي بالك في رساله جايه لك من حد مهم. صح. اهو. ايوه صح. كل ده الاستاذ مصطفى عمال يتكلم مع الاخ علاء اللي جنبه. فانا ابص على التليفون ولا هركز في اللي هقوله؟ اللي بيقول لك ترد ولا متخلص. قلت له فضلك يا استاذ. طب حضرتك قلت له اتفضل يا استاذ زمالك. ولا صح. الكلاب بقى ضل طردوا طردوا بره. طب ما الفيديو عندك. يا بيه ازاي الفيديو؟ صح. وبعدين مصطفى ما هو كمل المؤتمر. لكن الكلاب ضل وطرد رئيس المنظومه. لا انا بعمل الصح. حتى رحنا في اجتماع مجلس اداره. اول حاجه بنقفل الموبايلات كلنا. انا بقول لك وخالد مقبول اهو. تمام؟ عشان نركز في اللي بتعمله. وفي المكتب عمال يتكلم ومصطفى عمال يتكلم اللي وحده. فكل اللي انا عملته في الاخر قلت له ايه؟ قدر الله. قلت له اتفضل يا استاذ مصطفى. اقعد مع زمايلك. اقعد مع زمايلك. طرد مصطفى. موت مصطفى. مصطفى خد رصاصه في عينه اليمين. لا ده جات له بقله ادب. بطلوا قله ادب. انتوا مصيبتكم بتقعوا مع واحد ما بيخافيش ما بيخافش من حاجه. صح. فبقول لمصطفى ما تزعل لو انت زعلان ما تزعلش. اللقطه هي على ايه؟ قال السيد المستشار تطيب الخاطر ده كان مهم جدا النهارده. وانت بتبص على الموبايل اللقطه هي وانت بتبص على ايه؟ قول لي بقى عمال ابص. اهو. لا ادفع فلوس خير. اه لسه قدام شويه. لا اه بص ببص على ايه؟ اول ما انا دخلت على طول هاتها كده. اه صح على الموبايل. على الموبايل. تمام؟ لان عمال اجيب لي رسايل. وكلمته. قلت له فين الصوره؟ بعدين خالد ده انا قعدت خالد لما دخل. صح. بتجد هيجيبوه. انت حضرتك في المكتب لما بتقابل الاعضاء بتقول لو سمحتوا يا جماعه في الموبايلات كله عايز يتكلم يتكلم بره عشان اركز. محدش يتكلم ليه؟ عشان اعرف اقرا الورق اللي قدامي. انا بحب اركز يعني يا عم انا السن اللي انا فيه ده عايز اركز. المجهود اللي بنزله ده عايز اركز. ربنا يديك الصحه يا رب. ما غلطتش في مصطفى. بالعكس حضرتك النهارده بتثبت من جديد انك بتحب مصطفى جويلز انه يعني راجل معاك من سنين طويله يعني. يا سيد المستشار بشكرك على تطيب الخواطر والكلام الجميل. بجد وبعدين هي جت في لحظه. انا بقول لك ده انا عايز خالد لما جه قال لي بلغني رساله قال لي جالك في التليفون. هات لي خالد. هات لي خالد لما دخل يا ابني. هيجيب تمام. نيجي بقى نمشي بقى مش شافي باشا. واحنا متقطعين كلنا. احنا متبهدلين من الصفحه. سالت انت سؤال امبارح في المؤتمر يا سياده المستشار. لا ايه؟ انا خدت بالي. متقطع يا سياده المستشار. 1107 تمام؟ طب التقرير عليه؟ انا حبيت ادعبه. ايوه. قلت له الزبائن 1107 قال لي لا 11. يا جماعه احيانا البني ادم ما يبقاش مركز في الهموم اللي احنا فيها دي. صحيح. كيلو اللحمه بكام وده ايه وبيحصل ايه؟ كيلو ورق عمال يطلع. ما تفكرناش باللحمه بقى. لا والله بجد هو تقريبا عبد الشافي كان بيفكر في اللحمه. حصل. عبد الشافي متجوز من السنبلاوين. اه عارف يعني ايه السنبلاوين؟ واسرته حضرتك واسره المدام بيحبوا حضرتك جدا جدا. هو والدها شيخ طماي الزهير. السبلاوين دي جابت لنا وبيجهز بنته يا ريس عايزين نلم له. بنجهز ساره. لو حسين لبيب كان موجود كان نزل على بتاع الشريط يا اللي يقدر يدفع حاجه الشاب صادق يدفع. ده هو عامل كده يا فندم. ده هو من العيال عندنا في الصعيد والله. ده طبعا. يا جماعه دي بلد هات لي بقى. لا هات لي خالد وهو بيخش. لا لا وانا اللي فاهم. اول ما انا دخلت حضرتك بتبص في التليفون قال لك اهو هتلاقي في لقطه انا بقول حاجه للمستشار. فاول سكته لي جت جايه معاك ولا لا؟ اول سكته لي انت بصت حد محترم بعت لي رساله بخصوص المؤتمر تمام. اخويا دويلي هو بيموت على الخبر يا ريس. عارف جويلي ده يكتب الخبر كانه خد 100 جنيه بس. لا انا عايز اقول لك جويلي بقى ترند. ده جويلي خد شغل على مين. لا انت ما خدتش بالك بقى من هيكل الصحافه المصريه.
لما انا كنت بكلم بيه احمد طه اللي مسمي نفسه هيك تمام. لا صح احمد طه كان مشهور بالك. وانا لما قلت كل عايز يرجع ارجع رجع. فانا حتى قعدت اوصل معاه يا احمد تراجع يا احمد هتقول حاجه غلط ولا حاجه حتى الشغل تاني كان بيسال. فانا هم قال ايه بقى معلش فاكر قال طب واللعيبه بتوعنا اللي في سموحه وفي الاتحاد لا البنك الاهلي. البنك الاهلي صح. انا مش فاكر البنك الاهلي يا عم احمد ايه بقى البنك الاهلي شاري منا محلات يعني بملايين تمام. وعلاقتنا بالاستاذ هشام محترمه ويحيى بيه طبعا بتاعك طبعا رئيس مجلس الاداره واللي هو 10 اسرائيل نصار والجهاز الفني زملكاوي ولادك لا وكان خالد جلال وبعدين حلمي طلال وبعدين دلوقتي عبد العزيز عبد العزيز وصوده ومع احمد عبد المقصود. فهو برضه جاي عند الشد يعني جاي يحط لي حته ويهد النفوس بقاله كتير ما تشتغلش بس الناس ايه ما قالوش فالناس ما خدوش بالهم من الصور. شافي طبعا حبيت اوضح عشان برضه اقول لك اشكرك يا سياده المستشار ودايما حضرتك جاب الحق ودايما رصيدك من الحظ. وخلي بالك يا كويني اوعى تنسى ان احنا كان عندنا اجتماع وقعدنا مع الاستاذ هشام صعب جدا صح اجتمعنا فيه لراي كل واحد على حده خد السكوت سواء بالابقاء او كذا وبالنسبه للامير لو الراجل ده مشي يجيب مين طب مشاكل لو مشي ايه طب وقعد ايه كل ده قعدنا حوالي 6 7 ساعات. لا انت بقى جيت حظك جنبي حظه عسل هو اللي عمال يبعت لي بص يا استاذ شمال هو احمد عكاشه ده انا ما اقولش عليه لكن هل ينفع انه يروح كلام للنادي الاهلي؟ انا بسالك سؤال يعني انا بسالك الاخ عكاشه ده مين اللي جاب استضافه في القناه مش انا حضرتك مين اللي قال للناس هو محمد مصطفى ومجموعه مايكل واخونا معتز تمام دول ناس منورين في كل مكان خلاص. وانا دخلت معاهم دلوقتي شادي يعني شادي يعني شادي ربنا يهديه من دول كويس يعني مش عشان انا يعني بيحلل كويس تمام. لكن يا جماعه ينفع انك واحد اساسي يعمل بلاغ تقول له وعمل بلاغ ضده مش عارف ينفع شايف نزعل ده نزعل طبعا وهو لا ملوش قيمه يا اخي شبابي بالنسبه لي انا بقول لك يا استاذ مين شبابي بيرد عليه شبابي ده ما كانش فاضي تمام. هو لا ملوش قيمه ما كنتش ذكرته اصلا طبعا صح انا قلت انا مصدوم فيه صح انا مصدوم. هو حضرتك لما تعمل عنوان بلاغات ضد مرتضى وشكاوى ضد مرتضى هو مصدوم لعيب شغل بيلعب وانت عارف ان القصه دي كلها ولا ليها قيمه ولا ليها لازمه اصلا. اتمنى اكون وضحت لا تعتذر لاحد احنا مش مختلفين بكره ان شاء الله طالع من قدام النادي باذن الله لجماهير الزمالك المحترمه الوفيه هو دي جماهير صح ان شاء الله بدري عشان الماتش هيبقى ان شاء الله الساعه 5 هيبقى الساعه 5 ان شاء الله هيبقى بدري. خلاص سمعته يا باشمهندس سمعته انا هعمل عمره عشان ما لو ألف مبروك على الحاجات الجميلة دي إن شاء الله تكمل بكرة. هو أحمد جدعان والأستاذ حسن بنها طبعا وخالد وعندك كل ما اسمه في ناس بتتضايق ماندو ولا مادو وعندنا ماجد لا عندنا بصراحة زي المشكلة كتير طبعا ماشي ومصطفى دي شوية يا عم عايز مني حاجة تانية يا مصطفى نقعد في فرح بقى المهم احنا نتمنى بكره ان شاء الله اولادنا يرجعوا مدورين الخاطر ان شاء الله يا رب ان شاء الله. واتمنى الرساله تكون وصلت لفريره يا رب وربنا يوفق اولادنا يا رب. خلاص يا دكتور حسن هاشم من فلسطين انا منزل لك ابنك امبارح اللي تعب علينا كلنا هو صورته مع اولادي نزل صوره ابن دكتور حسن هاشم كده عندك حاضر كريم كريم وخالد خالد الجرم ده والله مش بس كده محترم استاذ جابر مهران هو ثاني واحده بس كده ولاد زبوره بيغلطوا فيا لا هم مش ولاد زبوره هم ولاد كذب لان زبوره كان راجل محترم وانا عامل له اصلا صلاه باسمه اسمه ولاد الكلب مش ولاد زبوره زبوره راجل محترم. طب انا عايز ابعت لك يا خالد الولد الجميل ابن الصوره ايه؟ ايوه مطلعها لك ايه؟ يا حبيبي
ده نام حزين بعد الفجر. وأطفال كتير زيه كده. كتير كده. فنتمنى ما نشوفش الصورة دي تاني. إن شاء الله يا رب. بإذن الله. وبعدين أنا عندي حاجتين كده خالد ببعتهم لك. واحد بقى لي رسالة. شفت سمعتها ولا لأ؟ مش بقى تاني بقى أنت إسماعيل يوسف. سمعتها؟ واحدة تانية المعلم الكبير وهو بيعترف قدام شريف. كل حاجة. يا ربنا بس يعدي بكرة على خير إن شاء الله. فريق محلة فريق محترم. جدا جدا جدا. عنده مدرب محترم. الراجل مدرب أعتقد الراجل اليوناني أنا مدرب. لا كابتن عبد الباقي جمال دلوقتي. بابا فاسيليوس مشي وجي كابتن عبد الباقي جمال من المدربين المحترمين جدا ولاد النادي طبعا اه معاهم ماتشات حلوه المحل ده طول عمره بص عايز يتكلم عن النضال يتكلم عن المحل عايز يتكلم عن الكفاح عن المحل عايز يتكلم عن الاراده القويه شعب المحل هو شعب المحل في عيب واحد بس ان كان في عمرو هادي بس في معنى زي الغربيه اجمل محافظه في التاريخ في عيب واحد زي ما حضراتكم سمعتم مرتضى منصور في البداية أي حد بيختلف مع مرتضى منصور أو بيوجه له نصيحة فهو أبيض أو خاين أو لجان إلكترونية إلى آخره فشتم الصفحات اللي بتعرضه وشايفة إن فيه يعني فشل ذريع في الألعاب الجماعية وكمان على صعيد كرة القدم وشايفين قد إيه إن نادي الزمالك متمرمط ومتبهدل ومرتضى منصور متبت في الكرسي ومش راضي يسيبه لهو ولا عياله ويقول لك أنا قدمت استقالتي 4 مرات للوزير طب لما قدمت 4 مرات للوزير قول أنا مش جاي وخلاص هو الوزير هيرغمك إن أنت تروح ولكن هو بيعمل عكس ما بيقول وبيقول إحنا قدمنا شكاوى في النادي الأهلي علشان الحركة البذيئة اللي عملها شيكابا اللي عملها كهرباء واحنا مش هنعرضها علشان مشاعر جماهير نادي الزمالك لا يا شيخ هو انت مش عملت بايدك نفس الحركه اللي انت بتدعي ان كهرباء عملها وقلت حول وقلت ياش واخرها انتوا عارفين ولا اولها شين واخرها عارفين الكلمه انا ما اقدرش اقولها وقلت يا ولاد كذا يا امك كذا يا على قناه نادي الزمالك المحترمه اللي انت بتقول انها محترمه وما ينفعش تعرض لكن هو كهرباء قال ايه قال حطه صح ايوه حط الجول صح حط الهدف صح يا راجل انت شيكابالا بعد ما عمل الحركه القذره دي ما عاقبتوش ده شيكابالا في ماتش الزمالك قبل ما النادي الاهلي والزمالك قبل ما المباراه تبدا رايح يسخر عند جماهير نادي الاهلي طب رايح ليه تستفز انت مش ليك من نص ملعبك سايب لعيبتك ورايح تسخن هناك عند جماهير نادي الاهلي ازاي بالمنطق وبالعقل طب ما انت هتتشتم هتروح لجماهيرك جماهيرهم هيشتموك هتبقى ملحمه وشتيمه ومشتمه في البتاع ده علشان ايه عشان انت تاخد اللقطه بس يا عم العب كوره ده قبل المباراه اصلا ما تبدا يعني قبل اصلا ما يقول اي كلمه او قبل ما يحصل اي حاجه رايح للجماهير النادي الاهلي بتشاكسهم ما انت هتتشتم وقلنا مرارا وتكرارا جمهور المدرجات غير جمهور البيت جمهور البيت يختلف عن جمهور المدرج جمهور المدرج على تكه وعلى شعراه يعني ما ينفعش ان انت تستفزه دي رقم واحد ودي رقم اتنين اما بخصوص متعب وبتقول عبيط ومش عبيط هو متعب عمل لك ايه وليه جيب سيرة زوجته ليه ترضى انت حد يجيب سيرة زوجتك او بنتك او اي حاجة من ابنائك او ابناء ابنائك ما ترضاش متعب عمل لك ايه عشان قدم شكوى ان انت غلطت فيه ليه يا اخي عمل لك ايه متعب يا سيدي طب انت معاك خصومة مع كابتن الخطيب مع سيد عبد الحفيظ مع غيره متعب عمره غلط في نادي الزمالك عمره غلط في مرتضى منصور ده انا فاكر جماهير نادي الزمالك كانت عامله يافطه طويله عريضه مثلث الدعاره متعب ويارا وصار متعب والاهلي ومتعب ويارا مثلث الدعاره متعب والاهلي ويارا فاكرين وانا جبتها قبل كده عندنا في القناه وبالبنط العريض وبيرددوها كمان وبيرددوها متعب عمره ما فكر ان هو يشتمهم ولا يرد عليهم بالعكس كان بيلعب في الملعب وبيأدي في الملعب وبيجيب اهداف في الملعب عمره ما غلط في حد لانه متربي ومحترم وعنده شعار الادب والكرامه والاحترام واخدهم من النادي الاهلي فانت طالع تقول الوضع العبيط ومش العبيط عيب يا مرتضى عيب ما يصحش انت راجل كبير مش صغير قال لك العيال الوسخه القبيضه ومش عارف ايه وبتاع ده اللجان الخطيب ارحم من لجانك وفي نفس الوقت يطلع يقول الواد مادو مش عارف ايه ومايكل ايه ودعمه مش عارف مين وقوله مين ومادو مين ومش عارف
ده انت بتفخم في لجانك اهو بتقول للناس تدعمهم وتقف معاه كابتن خطيب ملوش لجان. محدش من اليوتيوبرز اللي انت بتشوفهم دول ليه علاقه بالخطيب اصلا، لان ببساطه الناس دي كلها من محافظات غير القاهره، وانت عارف الكلام ده كويس، بس انت بتحب تقول الكلام وانت عارف ان انت بتقول عكسه، وبتقول ان الجويلي ومصطفى مش عارف ايه. انا انت ما طردتوش، امال انت عملت له ايه؟ ده احنا عندنا الفيديو في البتاع ده، ده انت طردته يا راجل وهزقته قدام الناس. ده لو عنده كرامه ما يشتغلش في نادي الزمالك تاني. يعني الناس دي لو عندها كرامه ما تشتغلش في ناس في النادي في نادي الزمالك تاني. اصل انت مش نظر مدرسه ودول تلاميذ عندك، ولكن المفروض يعني يبقى فيه نوع من انواع الاحترام اكتر. بس احنا مالناش دعوه، ان شاء الله حتى تقلع اللي في رجلك وتديهم، ده شأنك ودي حاجه تخصك. انا مش هتكلم في المباريات، ومش هتكلم في الاحداث، ومش هتكلم في قله الادب اللي حصلانا عشان البلد وظروف البلد. ظروف بلدي انت بتطلع كل يوم بتشتم في الناس كلها. انت سبت، قول لي مين ما تشتمش، هات لي حد انت ما شتمتوش يا مرتضى. كل مصر اتشتمت بلسانك خالص، يعني مفيش حد سلم لسانك، وبتتكلم وبتقول اسامه حسني مش هتكلم، لو فتحت بقي بس هسكت دلوقتي علشان، والعيال اللي رجعت تزن تاني ابو رصين وابو طفيره ومش عارف مين وترجع تاني وتقول الايطاليان ومش الايطاليان، والعيال اللي اتربت في الزباله وترمت في الزباله. ده انا ده ايام العشريه السوداء كنتوا متهانين ومضروبين بالجزمه، وانا اللي جبت لكم وانا اللي عملت لكم. وبتقول كمان النكته والحدوته الكبيره، يقول لك ده انا هلغي النتائج بتاعه النادي الاهلي واجيب كهربا، يعني اوقف كهربا، ومش اوقف كهربا وبس، لا ده كمان اوقف كهربا والغي النتائج بتاعه النادي الاهلي في كاس مصر وفي الدوري المصري. يعني كهربا يبقى موقوف، النادي الاهلي النتيجه بتاعته تتغلب تبقى لصالح الزمالك، والكاس في كاس مصر سموحه هو اللي يبقى فايز وهو اللي بيقابل البيراميدز في نهائي كاس مصر. بالذمه مين ضحك عليك وقال لك الكلام ده يا استاذ مرتضى؟ هو انت فاكر الناس اللي النادي الاهلي يعني بصمجيه ما يعرفوش القوانين واللوائح؟ هو لا انت اي كلام بتقوله عشان تهدي جماهيرك، ما انت قلت بلسانك كهربا مش هيلمس كوره الا لما يدفع الفلوس. طلع عمل العماير قال لك الكلام ده غلط، ممكن يلعب ومن غير ما يدفع الفلوس، والفلوس هتدفع بعد ما انت تقدم شكوى تاني انه ما دفعش الفلوس واتبت فيها بعد شهر ولا شهرين من الشكوى. الكلام ده هو اللي اصل دي لوائح وقوانين. طالع انت بتضحك على جماهيرك، فكرتني بفرج عامر لما قال ماتش مصر والسنغال هيتعاد. لا ده ماتش مصر والسنغال على مسؤوليتي هتتعاد، واول ما بدا كاس العالم لا انتظروا مصر والسنغال هيتعاد، لعب الماتش الاولاني لا برضه مصر والسنغال هتتعاد، خلص كاس العالم لا ده احنا مستنيين ماتش مصر والسنغال تتعاد. انت عملت زي فرج عامر والتويتات اللي كان بيكتبها، ولكن طول ما انت وراك جماهير بتصدق قول، طول ما انت وراك هزازين رؤوس وبتصدق وبتقول لك امين قول، ولكن احنا بنقول لا في نتائج هتتغير ولا كهرباء هيتوقف، والنادي الاهلي هيدفع لك الفلوس ويرميها لك على الشوز. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش اخويا حبيب الاهلي وتدعمنا بلايك وشير للفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.